الانفوجراف ده عن الأستاذة هالة والأستاذ دكتور محمود. الحقيقة في كلمتهم تطرقوا إلى أنواع الحماوات. هل في أنواع الحماوات؟ يعني في الحامة مثلا الكابورليه، سوري قصدي الحامة اللي مش عارف عاملة إزاي. الحامة الكلام بتاعهم علمي جدا. في الانفوجراف اللي جاي ده هنشوف أنواع الحماوات. تختلف شخصيات الحماوات وتصرفاتهن من حماة إلى أخرى. وأهم أنواع الحماوات: الحمات المسيطرة التي تحاول فرض شخصيتها على ابنها وزوجته، الحمات المفتخرة وهي التي تفتخر دوماً أمام كنتها بتضحياتها من أجل تربية ابنها، كما أنها تعتقد دوماً أن مستواها الاجتماعي لا يناسب كنتها، الحمات الشكاكة والنكدية، تلك المصابة بوسواس كثرة الشك من كنتها ووفائها لزوجها والتزامها بواجباتها نحوه، وهدفها جعل زوجة الابن في حالة توتر دائم، الحمات الانتهازية ترهق كنتها بمطالبها التي لا تنتهي من أجل الفوز برضاها، الحمات الطيبة المتفهمة، تلك الهادئة المتفهمة والتي تعتبر كنتها بمقام بناتها وتسعى لحل خلافاتهما بشكل ودي.